نحكي عن انتي باكتيريال بريزرفاتيفز بيكون الهدف منها تو الاو فور مالتيبل يوز اوف ذا بريباريشن، او عاده بتكون على شكل فيل، وهي بتكون انتراماسكولار سبكوتينيوس او اني اذر روت اذر ذان الاي في. اذر ادد سبستانسز عندنا هون اللي هي بفرز. ليش بنضيف بفرز؟ مين ضل معي أنا هون المحاضرة؟ طيب إذا ماشي الحال، ليش نضيف بفر زون على البرينترال بريباريشنز؟ هلا خلينا نكون متفقين، بالآي في ما بنضيف بفرز نهائيا. إذا اضطرينا نضيف بفرز في الآي في بيكون البفر كاباسيتي إلها أقل ما يمكن، والتراكيز بتكون للبفرز أقل ما يمكن إذا اضطرينا. ولكن للآي في بريباريشنز يفضل إنه ما يكون في لا أنتي بكتيريال بريزيرفاتيفز ولا بفرز ولا أي أذر يعني آدد سبستانس بالنسبة للإنترافينوس، لأنه راح تدخل مباشرة بالدم، وعادة بتكون كميات كبيرة يعني نستخدم بالباجز، بالآي في باجز. فلذلك إذا بدها تكون very limited use لهاي added substances إذا كانت IV. طيب intramuscular IM منقدر نستعمل بفرز. البفر بهيك حالة شو بيكون الهدف من وجوده؟ حتى يحافظ على pH. بالضبط، بفرز resist change in pH، بتقاوم التغير في درجة الحموضة. إذا أنا بدي أكون محدد شو درجة الحموضة من البداية، بدي أكون مثلاً محدد درجة الحموضة، كم تتوقع تكون درجة الحموضة المناسبة؟ ممكن تكون 7.4. المفروض تكون نعم 7.4 اللي هي الفيسيولوجيكال pH، خاصة برضو نرجع للآي في preparations لأنه راح يدخل بالدم مباشرة، فما بنفع يكون pH مثلاً acidic أو basic، راح يصير في tissue irritation كبير. فإذا يفضل تكون parenteral preparations على physiological pH 7.4، لكن أحياناً نضطر أن تكون pH slightly acidic أو slightly basic. بالIV إذا اتفقنا أنه المفروض يكون لا 7.4، مرات بنضطر. شو الأشياء اللي بتخلينا نضطر؟ أنه خاصة الIM شوي في مرونة أكثر بالإنترامسكولر، الخطر أقل من الIV، الIV أخطر شيء. ليش بنضطر انها تكون البي اتش مرات مختلفة عن 7 او 7.4؟ شو الاشياء اللي بتأثر؟ ممكن دكتور سوليبيليتي. سوليبيليتي بالضبط، مرات بتكون عندنا مشكلة بالسوليبيليتي، مضطرين نحضر الدواء على شكل سوليوشن، ولكن اذا عدلنا شوي على البي اتش بتزيد السوليبيليتي، فممكن نغير البي اتش قليلا حتى يعني نزيد السوليبيليتي اوف ذا دراج. إيش كمان غير solubility؟ pH بتأثر على stability، pH بتأثر على stability of the drug. يعني في drugs بتكون more stable at مثلاً acidic pH أو على basic pH، بتكون stability أعلى للدواء، فبنضطر عندها إن نرفع شوي pH أو نقللها شوي حتى نخلي الدواء more stable. فإذا علشان نضمن هالـ pH ما تتغير أثناء الستورج، نضيف بفر سيستم حتى يحافظ لي على الـ pH من التغيير. من الـ added substances كمان اللي موجودة عندنا ممكن تكون بالformulation اللي هي solubilizers. إذا عندنا مشكلة بالsolubility of the drug بنضطر مرات أن نستخدم some solubilizing agents حتى تزيد من الذائبية، فيعني بنضطر نستخدم مرات antioxidants كمان to enhance the chemical stability of the drug. The air accompanying an injectable product is frequently replaced with an inert gas such as nitrogen to enhance the stability of the product by preventing a chemical reaction between oxygen and the drug. يعني نقدر احنا نعبي الفايل بالمنتج، وبعد هيك الفراغ هذا اللي بضل فوق المنتج نخليه نيتروجين
نعبي نيتروجين يعني بدل الهواء، على أساس إنه الهواء فيه أكسجين، والأكسجين ممكن يعمل أكسيديشن للإنجريدينتس أو للأكتيف إنجريدينت اللي موجودة في الفايل، فهاي بتزيد من الاستابيليتي أوف ذا كومباوند أو البريبريشن. Methods of sterilization، الآن وسائل التعقيم المختلفة، يعني هي مرت معاكم أنتم سابقا مفروض يعني بالصيدلانيات 2، رح نعيدها نظرا لأهمية الموضوع. Methods of sterilization، أولا شو تعريف sterilization؟ Sterilization is destruction of all living organisms and their spores or their complete removal from the preparation. إذا لما نحكي عن منتج إن هو sterile معناته هو absent of any living microorganism، ما في أي كائن حي viable أو living داخل هاي اللي preparation. لما نحكي عن sterilization حقيقة يعني تعقيم المنتجات الصيدلانية، إحنا بهمنا two types or major types of microorganisms: bacteria and fungi. Bacteria and fungi. Viruses يعني مش كثير يعني نهتم بوجود الفيروسز، وهي pathogenic يعني ممكن تكون داخل preparations، لسبب إنه الفيروسز ما بتتكاثر لوحدها، يعني ما بصير في proliferation خارج جسم الإنسان. فداخل المستحضر إذا في مثلا يعني 10 حبات فيروس، العشر راح يظلوا 10، ما راح يصيروا زي البكتيريا أو الفنجاي يعني يصير لهم proliferation أو يتكاثروا ويزيد عددهم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية الفيروسز have يعني وقت محدد، لهم وقت محدد خارج جسم الإنسان بيكونوا فيه نوعا ما viable أو لهم قدرة أنهم يعملوا infection، وعادة هذا الوقت يعني قد يكون لبعض الفيروسز ساعات، مرات ممكن يكون أيام مش أكثر يعني خارج جسم الإنسان. فمسألة وقت إذن، وأي فيروس موجود على السطح أو داخل الفورميليشن رح يبطل infective بطبيعته. ولذلك لما نحكي عن الستيريل فلتريشن، تعقيم بالفلترة، ما بنهتم ل يعني البور سايز بيكون أكبر من السايز أوف ذا فيروسز، على أساس إنه يعني هذا الموضوع اللي أنا حكيته قبل شوي. إذا الميثودز أوف ستيريلايزيشن، هنا عندنا الستيم ستيريلايزيشن، دراي هيت ستيريلايزيشن، فلتريشن، gas sterilization و ionizing radiation sterilization. نحكي عن steam sterilization اللي هو يعني من أهم الأنواع اللي تستخدم بالتعقيم، اللي هو نسميه autoclave. Provide steam under pressure for certain period of time sufficient to kill microorganisms and spores of microorganisms. برضو مهم، spores أصعب قتلها من microorganisms، وبالتالي بحاجة إلى حرارة عالية 120 درجة بوجود الستيم البخار. يعني هو الأوتوكليف هو عبارة عن طنجرة ضغط يعني بكل بساطة يعني، لكن في تحكم، نتحكم بالحرارة عن طريق الضغط. درجة غليان المي 100 درجة مئوية، مظبوط، بشرط أن يكون الضغط الجوي 1 أتموسفير. لكن إذا رفعنا الضغط يعني حشرنا المية ورفعنا ضغطها، بترتفع البويلينج بوينت. يعني بمعنى آخر، أنت لما تعمل بويلينج لأي إشي، درجة الحرارة تبعت المي ما راح ترتفع عن 100 درجة مئوية كل الأحوال. يعني لو ظليتك تغلي بالمي 10 دقائق، ربع ساعة، ساعتين، راح تظل درجة حرارة المي 100 درجة مئوية ما دام الضغط الجوي 1 أتموسفير. لكن إذا أنا حشرت المي داخل يعني مكان مضغوط، الآن حسب الضغط بنرفع أو بترتفع درجة الغليان. على 2 أتموسفيريك بريشر درجة غليان المي 121 درجة مئوية، 121 درجة مئوية. إذن في عنا عدة options للsterilization with steam، اللي هو هذا الoption اللي هو عنا هون، اللي هو تقريبا على 2 أتموسفيريك بريشر، وأنا معبر عنه 15 pound pressure، درجة الغليان بتكون 121 درجة ونص لمدة 20 دقيقة. فأي مستحضر عندنا بنعرضه لهذه الظروف على 121 درجة ونص لمدة 20 دقيقة على ضغط جوي 2 أتموسفير،
نضمن انه هاي الظروف مناسبه لقتل المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده بالفورميليشن. اذا بدنا نقلل درجه الحراره شوي بدنا نزيد الزمن، هون مثلا 115.5 30 دقيقه، اذا نرفع الحراره شوي نختصر الزمن بصير 15 دقيقه. فاذا هذا يعني شيء هذا كومون اللي هو at 20 minutes على 121 درجه ونص. واذا يعني على الاوتوكليف نقدر نتحكم احنا بالبريشر بناء على ذلك الحراره والمده الزمنيه اللازمه للتعقيم. الان بالستيم ستيرلايزيشن ننتبه لشغله انه لازم البخار يتغلغل داخل المستحضر، لانه القتل للبكتيريا والفنجاي بيكون بالبخار السخن يعني بالهوت ستيم وليس بالحراره، يعني دخول البخار هو اللي بيؤدي الى قتل المايكرو اورجانيزم. فاذا كان مثلا حطينا خلينا نحكي عبوه يعني مغلقه تماما فيها مثلا زيت، يعني عبيت جنينه فيها زيت وسكرتها حطيتها جوا الاوتوكليف ما بتتعقم، لانه رفعت حراره الزيت ل 121 درجه لكن الستيم البخار ما تغلغل جوا البرودكت. وبما انه زيت اصلا بكل الاحوال البخار ما راح يتغلغل جواته، ولذلك الزيوت لا يمكن تعقيمها باستعمال الاوتوكليف. Steam sterilization is applicable to pharmaceutical preparations and materials that can withstand the required temperatures and not adversely affected by moisture. فإذا شرطين، أولا يكون الدواء بتحمل الحرارة، ثانيا يكون بتحمل الموستر والموستر بتتغلغل داخله حتى أقدر أعقمه أنا بالأوتوكليف. Aqueous solutions in sealed containers such as ampoules مناسبة، بقدر أعقمها بالأوتوكليف. ممكن أمبولات، أنا أعبي أمبولات المي water for injection بعبيهم بأمبولات، الأمبولة مغلقة بحطها بالأوتوكليف ما في مشكلة لأنه جوا الأمبولة في مي، المي هاي راح تتبخر وراح تتحول لبخار، والبخار هذا الستيم رايح يعمل عملية تعقيم داخل الأمبول ولو أنها مغلقة لكن فيها مي it's fine. Sealed empty vials only if they contain a small quantity of water. يعني ما بنفع تحط فايل مغلقة وما فيها مي للتعقيم جوا الأوتوكليف ما بتتعقم، انت بس ترفع حرارتها 121 درجة لكن ما في بخار اللي يقتل البكتيريا والفنجاي الموجودين. البلك سوليوشنز المحاليل المائيه كلها، الجلاس وير ممكن نعقمها بهذه الطريقه، سيرجيكال دريسنجز اند انسترومنتس ادوات التعقيم ادوات العمليات الجراحيه ممكن تعقيمها بهذه الطريقه ما في مشكله. لكن ما بنقدر نستخدم ستيم ستيرلايزيشن فور اويلز زيوت المواد الدهنيه اوليجينس بريباريشنز اند اذر بريباريشنز نوت بينتريتد باي مويستشر أو الباودر، باودر كمان ما بنقدر نعقمها بهاي الطريقة لأنه البخار هذا إذا وصلنا للبودرة ولازم يوصل عشان تعقم راح يخرب الباودر. Dry heat sterilization applied in thermostatically controlled ovens عادة أفران حرارة، الحرارة بنوصل لها 150 درجة ل 170 درجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى نضمن القتل لكل البكتيريا والفنجاي. يستخدم هاي يعني هاي الطريقة للستيرلايزيشن الزيوت الجليسرين المينرال اويل هو نفسه البارافين اويل هيت ستيبل باودرز such as زنك اوكسايد الزجاجيات الجلاس وير والسيرجيكال انسترومنتس ممكن تعقيمها كذلك بهاي الطريقة. ستيرلايزيشن باي فلتريشن physical removal of microorganisms by adsorption on the filter medium or by a sieving mechanism يعني هي عملية فلترة للبكتيريا والفنجاي. أصغر بكتيريا معروفة هي سايز إلها تقريبا 0.25 مايكرومتر، فإذا إحنا بنعمل filtration بفلترز الفتحة إلها 0.2 مايكرومتر، هيك بضمن أنا كل النون بكتيريا وكل النون فنجاي يتم حجزهم على الفلتر medium. Used for heat sensitive solutions المحاليل اللي هي تتأثر بالحرارة بنعقمها بهذه الطريقة. Not as effective as heat sterilization requires extensive validation
pore size should be يعني تقريبا 0.22 micrometer في نوعين في 0.45 micrometer كلاهما يستخدم for sterile filtration فتحة البور هاي للفلتر ميديوم. Advantages للsterile filtration good for thermolabile solutions removes living and dead microorganisms. Thermolabile مقصود بالthermolabile يعني المحاليل اللي بتأثر بالحرارة أو الأدوية اللي بتأثر بالحرارة بتخرب بالحرارة يعني بنعملها sterilization by filtration removes living and dead microorganisms برضو هاي كويسة إنها بتقلل من الendotoxin count لأن dead microorganism ممكن يكون endotoxin أو pyrogenic removes other particulate matter less expensive or relatively fast. Disadvantages less sterilization by filtration, the housing and filter assemblies should first be validated for compatibility and integrity for each use. يعني مسألة الفاليديشن مسألة مهمة بالصناعة الدوائية. أي شيء بدنا نعمله فاليديشن بالصناعة ومن الأشياء المهمة إن نعملها فاليديشن اللي هي الفلترز وتحديدا الستيرلايزيشن فلترز هاي المفروض ان نعملها فاليديشن في بعض الفحوصات الانتجريتي تيست تستخدم حتى نتاكد انه لما ركبنا الفلترز وجهزنا الاسمبلي المجموعه تبعت الفلتريشن انه ما في اي خلل ما في ثقب مثلا لو في ثقب بالفلتر ميديا بالفلتر ميديوم لو في ثقب او شيء احنا مش منتبهين له صار خلال عمليه التجميع مشكله بالفينشت برودكت فلازم نعمل فاليديشن لازم نتوثق انه فعلا بعد ما نجمع الفلتر نعمل سام تيستينج نسميه انتجريتي تيستينج حتى نضمن انه الفلترز هاي فعاله بشكل جيد ما فيها اي مشاكل او ثقوب فهاي العمليه نوعا ما يعني متعبه بالصناعه الدوائيه filtration might take longer periods of time if the liquid is viscous. إذا كان السائل لزج يعني سائل زيتي مثلا لزوجته عالية ممكن يأخذ وقت طويل حتى تم عملية filtration والsterilization by filtration ممكن نلاقي بعض الحلول إنه نزيد area of the filtration ممكن نرفع درجة الحرارة شوي عشان نقلل اللزوجة يعني لكن هاي من disadvantages absorption of drug on membrane filters ممكن يصير absorption لبعض الكميات من الدواء ونخسرها على membrane filters برضو هاي في لها حلول لكن لازم تأخذ بعين الاعتبار هذا example على membrane filter يستخدم بالمختبرات أو ممكن يستخدم لتحضير مثلا يعني خلينا نحكي تركيبات sterile داخل المستشفى يعني بدي أعمل sterilization لمستحضر علشان يستخدم داخل المستشفى مثلا وهو مش موجود او مقطوع اضطرينا نحضره جوا المستشفى بدنا نعمل له sterilization ممكن نستخدم ستيريل فلتر يعني يونتس تتركب على السرنج ونحقن السوليوشن من داخل هذا هاي اليونت under aseptic conditions علشان بمر السوليوشن على الممبرين الممبرين هذا فتحته إما 0.22 micrometers أو 0.45 micrometers وبيطلع من الجهة الثانية solution sterilized نفس الإشي برضو الممبرينز هاي ممكن استخدامها بالصناعة على large scale production الغاز sterilization exposure to ethylene oxide غاز قاتل للبكتيريا أو propylene oxide يعني تقريبا requires 4 to 16 hours of exposure حتى نحصل sterilization أكثر شيء يستخدم بالصناعة عندنا اللي هو زي ما حكينا steam sterilization dry heat sterilization والsterile filtration gas sterilization used for sterilization of medical and surgical supplies and appliances such as catheters needles plastic syringes بالfinal plastic packaging just prior to shipment بنعرضهم للإثيلين أوكسيد للتعقيم
sterilization of certain heat labile enzyme preparations ممكن بعض الحالات الخاصة نستعمل الغاز sterilization على أساس إنه ممكن زي إذا كان البرودكت المولكيول إله كبير منخاف إنه يصير له absorption أو ما بنقدر نعمل له steril filtration ولا بنقدر نعمل له sterilization by heat نضطر إنه نعمل gas sterilization لهاي المنتجات. Ionizing radiation اللي هو باستخدام الجاما راي radiation اللي هو هذا يعني بحاجة إلى يعني facilities متخصصة يعني نوعا ما يعني هي أشعة إشعاعات بحاجة إلى facilities خاصة. بعض الباكجينجز ممكن أو الباكجينج ماتيريال نعقمها باستعمال الجاما راديشن. هيك بنكون كملنا هذا الشابتر اللي هو متعلق بالبارنترالز. في حدا عنده سؤال أو استفسار؟